الحلقة 10. النهاردة إن شاء الله معانا موضوع برضو بيتكلم في الديتا وبيتكلم في موضوع الناس برضو ممكن تكون بتتسأل عنه شوية بقى فترة. النهاردة هنتكلم عن موضوع اسمه نوسيكول. فده عامه موضوع كونترفيرشال وبقى في ناس كتير ليها اراء كتير فيه، لكن هو يعني على قد ما هو كونترفيرشال على قد ما هو مهم جدا لاي حد النهارده بيفكر انه يعمل بيزنس على الانترنت او بيعمل حاجه متوقع فيها ترافيك عادي او حاجه بالمنظر ده. النهارده معايا احمد الملط ومعاكم محمد حسام. هنتكلم ان شاء الله النهارده سوا في الموضوع ده. فقبل ما نبتدي نخش في الموضوع برضو عايزين نفكركم تاني بالطريقه اللي انت عايز توصل لنا بيها، لو عندك اسئله او لو عايز تبعت لنا اقتراحات او اي حاجه او فيدباك عن الموضوع، يا اما من على الفيسبوك بيج بتاعتنا اللي هي facebook.com/askdeveloper او على السايت بتاعنا askdeveloper.com. لو اي حاجه من الوسائل من الوسيلتين دول بعت لنا حاجه عليهم احنا ان شاء الله هنعرف توصل لنا باذن الله. أحب أمسي على أحمد أقول له مساء الخير. مساء النور، ازيك يا محمد؟ النهاردة زي ما قلنا إحنا إن شاء الله هنكمل في موضوع الديتا. إحنا كنا ابتدينا قعدنا فترة اتكلمنا في الديتا أكسس من حوالي حلقتين ثلاثة كده، كنا في الديتا أكسس فاتكلمنا على فيري تراديشنال موديل بتاع الداتا بيزز اللي هي الأر دي بي إم إسز وإزاي تعملها في إزاي تستخدمها في الأبلكيشن بتاعك. النهارده يمكن هنتكلم في موضوع اللي هو الاذر اند اوف سبيكترم بتاع الداتا بيز اللي هو جزء بتاع النو سيكول او الداتا بيز اللي هي النون تراديشنال. فاحنا اعتقد ان احمد كان ليه يمكن خبره اكتر في الموضوع ده فيقدر يدينا انتدكشن بسيط او على الاقل ليه احنا محتاجين حاجه بالمنظر ده. جميل. طبعا هو لو ما كنتش قبل كده عشان انت موجود هنا انا وانت موجودين في امريكا محمد، فموضوع النوسيكول يعتبر من الفيري ادفانس تكنولوجي المسيطره شويه على الماركت او منتشره في الماركت، والكلمه بتاعت نوسيكول عموما كان باز وورد تسمعها كتير ودايما بتريفير لانه دوت النكست كاتنج ايج ثينج او الحاجه اللي هي اخر حاجه جديده موجوده في السوق. لكن هو عموما فكرة النو سيكول ببساطة بتركز على أي نون ريليشنال داتا، والهيبريدز اللي بتوي أو الحاجات اللي ما بين الريليشنال لو الداتا بتاعتك فيها شوية ريليشنال وشوية نون ريليشنال، ده بشكل عام. في طبعا بعض الإكسبشنز هنتكلم عليها قدام، لكن هو بشكل عام لو عندك داتا الداتا ديت ما فيش أي سبب منطقي او داعي انك انت تقسم الداتا دي او تعمل لها شريدنج، تقسمها لحتت صغيره زي ما بنعمل في الريليشنال داتابيز بتاعتنا ونقعد نقسم الداتا لكولومز وريليشن شيب ما بين الفيلدز بتاع الموجوده جوه روز. لو ما عندكش داعي او سبب انك تعمل حاجه بالمنظر ده لطبيعه الابلكيشن اللي انت بتبنيها، طبعا النوسيكول بتبقى تركيزها كله بيركز على الـ على الـ على الـ على, الـ على القصه دي او الجزء ده. طبعا العموما النو سيكول داتابيزز ما هياش مش معناها انك ما تستخدمش سيكول، هو ده الاسم بيقوله نو سيكول كانه نو سيكول، لكن هو النو سيكول داتابيز عموما معناها ان نوت اونلي سيكول، هي هنا او هي تكنولوجي ظهرت عشان تكومبلمنت الريليشنال داتابيزز مش عشان تريبليسها. لسه مازال في مساحه او مكان للريليشنال داتابيزز، النو سيكول ما تقدرش تريبليس الريليشنال داتابيزز في الجزئيه دي، لكن هي زي ما قلنا بتكومبلمنت الريليشنال داتابيز. ويمكن واحده من الحاجات الاساسيه برضو لو احنا اتكلمنا على يعني ايه، لو احنا بنعرف يعني ايه نو سيكول، واحده من الحاجات الاساسيه زي ما قلنا انها بتركز على النون ريليشنال. واحده من الحاجات الثانيه المميزه جدا للنو سيكول داتابيز موضوع هي السكيمالس او انها عندها فليكسيبل سكيما. النو سيكوال داتابيز يمكن ما بتحتاجش زي الريليشنال داتابيز انك يبقى عندك معرفه كبيره بشكل ونوع الداتا ستراكشر اللي هتخزنه اب فرونت. وكمان هي مشكله تانية كمان بتبقى حتى ساعات لو انت عارف نوع الداتا بالظبط انت ممكن تكون عارفها دلوقتي، يعني عارف النهارده شكل الاوبجكت بتاعك او شكل الانتيتي بتاعتك فيها بالظبط كولومز شكلها ايه، بس ممكن كمان كام شهر تلاقي نفسك انك محتاج تغير السكيما دي. عندك حاجات جديده اكتشفتها عايز تزودها في السكيما. طب دلوقتي عندك داتا اوريدي موجوده
الكولومز انت زودتها دي علاقتها ايه بالداتا القديمه، هل ليها فاليوز كانت موجوده قبل كده ولا لا، هل ديفولت فاليوز تنفع معاها. طب انت لو هتحط ديفولت فاليوز مع كده انك انت وانت بتغير السكيما طبعا الداتا كلها هتقف عشان تعرف تابديت كل الداتا القديمه دي، بيبقى في دايما مشاكل في الحوار ده، وده دايما بيعمل مشاكل في الابجريد. يعني انت دلوقتي عايز تغير الداتا تابجريد الداتا بيز بتاعتك او تغير تالتر السكيما، ده دايما بيبقى فيه مشاكل ويبقى فيه قلق. والناس بقى انا فاكر طبعا في ايام الناس ما كانت مثلا بالليل بتقعد بتديبلوي حاجه ولا حاجه، الناس بتسهر طول الليل بتحاول انها تتحايل على الداتا بيز انها تشتغل بعد الحاجات الغريبه اللي كنا بنعمل نعملها عشان نغير السكيما ونباك اب ونرستور. كل الافكار كنت ممكن تتخيلها ده كله كان مشكله، ان دايما الداتا بيز كانت بتبقى يعني نوز تو ماتش على الداتا اللي هي شايلها احيانا يعني بالظبط. كان مش فليكسبل خالص. كان عندي الكيس المشهوره بتاعت كنت دايما بحب احكيها في مساله السكيما ليس او الفليكسبل سكيما اللي بتميز النوسيكول. كان ليا صديق بيشتغل في كريجز ليست وكان بيحكي عن الكيس دايما بتاعت ان هو لما كان بيجوا يبقى عندهم في وقت ما هيغيروا كولم او هيضيفوا كولوم جديد في قلب الداتابيز بتاعه كريجز ليست. الداتابيز بتاع كريجز ليست تقريبا حوالي 300 تيرا بايت، وش داتابيز مهوله الحجم يعني. فكان بيتكلم على انه كانوا لازم يعملوا كورتر او ريليس بلاننج للتشينج اللي هتعمل في السكيما، لانه عشان عبال لما بيعملوا ابديت الداتابيز كانت بتاخد اولموست 3 مانثس علشان تابديت كل التيبلز، تقوم الماي سيكول داتابيز بتاعت تابديت كل التيبلز انها تبقى تضيف كل واحد او تضيف كل واحد. فدي واحده من دايما من الكيسز اللي كانت دايما مشهوره جدا. انت مش محتاج في الحاله زي دي انك انت تستخدم فيري سترونجلي تايب سكيما، سبيشلي لو بتبص على الكيس زي بتاعه كريجز ليست. معظم الوقت الصفحات بتاعه كريجز ليست انت بتعرض بريتي ماتش دوكيمنت فيها معلومات مع بعضها، ما انتش محتاج تقسمها عشان يبقى عندك الفلكسبيليتي بتاعه انك انت تضيف وتغير فيها قدام. وهي كمان في مشاكل كتير في الـ في الـ في الترانزاكشنال داتا عامه او في الداتابيزز بالمنظر ده، هي جايه من المبدا بتاع ان الداتابيزز كانت مصممه لل مثلا في فتره اغلبها يعني ابتدى مثلا من 30 سنه او من اكتر من كده احيانا. فكان كل الابلكيشنز اللي موجوده في الفتره دي حتى لو الناس تفتكرها من هم كانوا بيدرسوا داتابيز في الجامعه او حاجه، تلاقي اغلب الابلكيشن اللي علاقه بالبنوك ليها علاقه بشركات الطيران، اللي هي الابلكيشنز اللي كانت معتمده جدا على ان الداتا ما ينفعش في اي لحظه انها تكون مش كونسيستنت، وانها ما ينفعش في اي لحظه ان انت ما تبقاش عارف بالظبط انهي كولوم راح في انهي حته. يعني انت عندك اوريدي معلومات، يعني انت لو بتكلم في بنك انت عندك عايز تكون عارف كل حاجه حصلت في الداتا بتاعتك، انت عايز تعرف كل التفاصيل، عندك اوديتس، عندك سكيورتي، كل الكونسترينتس الرهيبه اللي بالمنظر ده كلها جايه من المايند سيت اللي بنت الكلام ده من ساعتها. نوع الابلكيشن اللي كانت موجوده، لانه في الاخر اي ديزاين بيحاول يساتسفاي المشاكل اللي موجوده في المنطقه دي. لا كان في ساعتها انترنت ولا كان في حاجات زي كريج ليست ولا حتى ولا تويتر ولا فيسبوك ولا الكلام ده. فالكلام ده ما كانش اصلا موجود علشان حد يفكر في ان هو يديزاين حاجه تنفع عليه. فطبعا لما بتتكلم بقى لما تيجي تتحرك في الزمن 30 سنه قدام، صعب انك تستخدم نفس الديزاينز اللي كانت موجوده من 30 سنه في نفس السيتويشن اللي احنا فيها النهارده. طبعا مش معنى كده انك انت زي محمد قال مش احنا نمسكها نرميها، طبعا لان الداتا بيزز على قد ما هي ليها مشاكل بس قد ما هي مهمه جدا. يعني في حاجات في سيناريوز لحد النهارده مهما كان نوع التكنولوجي اللي بتستخدمها ما ينفعش تعملها من غير داتا بيزز، لان هي اللي عندها الكابابيلتيز الحاجات دي. البنوك عمرها ما هتروح في حته، البنوك قاعده وشركات الطيران برضو لسه قاعده. صحيح. ما زالت السيستمز اللي محتاجه الترانزاكشنال داتا موديل ده موجوده في حته. عمرك ما هتلاقي مثلا بنك النهارده هيروح نيوسيكول. انا شخصيا سمعت حاجه زي كده هروح اسحب فلوسي من البنك ده. طب والله على فكره السنه اللي فاتت لما كنا في الكونفرجن بتاع النوسيكول ده، كان البنك في امريكا كان بعت مجموعه من الانجينير بتاعهم هناك. يعني كده عرفت بنك منهم. هو مازال طبعا مازال حتى للبنوك الكيس بتاعت البنوك، انت لما بتتكلم على الانترنال ترانزاكشنال سيستم بتاعت البنوك اكيد هي مازالت هتبقى لسه قايمه وعايشه فوق الريليشنال داتابيس. لكن البنوك نفسها مازال عندها بعض السيستمز اللي فيها ويب سكيل وبتتعامل مع كم كبير من الكاستمر على الويب، سواء كان بقى للدعايه مازال عندها جزء من من السيستمز الحديثه اللي ملهاش علاقه بالترانزاكشنال نيتشر بتاعت البنك اللي محتاجه تتعامل فيها مع نوسيكول. اعتقد
اعتقد ده يمكن جزء له علاقه كبيره بالحته دي. وبرده ليها علاقه يمكن بحاجات تانية زي الاوديتنج واللوجينج والحاجات اللي هنتكلم عليها يمكن قدام شويه في مساله ايه نوع ايه امتى بقى نستخدم النو سيكول وانواع الداتا اللي بنحتاج نستخدم فيها النو سيكول داتابيز. بالظبط. وفي كمان كان في جزء تاني ممكن واحد من اكبر الموتيفيشنز اللي كانت الناس بتقابلها انك انت ممكن جدا تبتدي تشتغل النهارده ب لتسي انك انت بتفتح مثلا ويب سايت جديد او بتعمل حاجه اونلاين وبتبتدي بسكيل بسيط. فانت عندك مثلا سي داتابيز انت متوقع حجمها عمره ما هيزيد مثلا عن 2 3 تيرا بايت, فانت مجهز نفسك على الوضع ده, حاطط الداتابيز بتاعتك, بعديها مثلا سي بسنه ولا بكام شهر الضاعف العدد ده, انك انت مثلا البيزنس بتاعك بقى نجح مثلا وكده, فبقى عندك بيزنس كتير. فانت ممكن تلاقي داتابيز ماشيه معاك كويس طول ما انت بتتكلم في سكيل بتاع ماشين واحده. اوكي, كل ما انت بتقدر انك انت كل ما تحتاج سكيل اكتر مثلا تزود هارد ديسكس على الماشين او تزود بروسيسنج باور على الماشين, تزود رام على الماشين, لغايه ما تيجي عند نقطه تكتشف انك انت تفضل تابجريد الماشين الواحده غاليه جدا, بالذات لو انت بتستخدم مثلا داتابيزز بقى محتاج كمان لايسنس عليها, يعني مثلا حاجات زي سيكول سيرفر مثلا او اوراكل ساعات بيحاسبوك في الاخر بالكور, انك يعني انت مثلا عندك كام كور على البروسيسور, كام كور في البروسيسور او سوري كام كور في السيرفر ده, فتلاقي اللايسنس سعرها اختلف بيزد على الكور وحجم الميموري. فطبعا ده ساعات بيبقى مبالغ رهيبه في السنه. يمكن عشان ندي فكره للناس اللي بنتكلم عليها, محمد لسه كنا بنتكلم قبل التسجيل على عندي في الشركه مثلا احنا عندنا اللايسنس بتاعه السيكول سيرفر انتربرايز بتكلفنا $50,000 في السنه للسيكول سيرفر لايسنس الواحده. فتخيل بقى الشركه لما يبقى عندها اكتر من لايسنس وبتحاول تديستريبيوت وتسكيل, دي فعلا واحده من المشاكل اللي عامله عندنا نوع بوتل نيك في الـ في الـ في الـ في الاركتشر كله بتاع السيستم مجرد بس السيكول ثمنه قد ايه. لانك انت احيانا بتكتشف انك انت لو انت عايز تشتري جهاز واحد او يعني سيرفر واحد, لو هتتكلم مثلا في سيرفر واحد, السيرفر ده سي مثلا عليه 10 كورز ولا اي رقم من الكورز, ممكن تكتشف انك انت لو اشتريت مكانتين عليهم مجموع ال10 كورز ده هيبقى ارخص بكتير من لو جبت مكنه واحده عليها الرقم ده. يعني هتيجي عند نقطه معينه انك تسكيل اب في نفس المكنه او تزود الريسورس على نفس على مكنه واحده بيبقى اغلى بكتير انك انت لو جبت مكانتين او لو جبت ثلاثة او قسمتهم على كوموديتي بقى زي ما اتكلم في كوموديتي هاردوير وخليتها كلها مكان متوسط القوة بس مكان كتير. ساعتها ده بيبقى الموديل اللي ممكن ساعات بتلمسك, ده الموديل الوحيد اللي قدامك. بس المشكلة ان الداتابيزز القديمة او اللي هي او ما حبش اقول القديمة يعني اللي هي التراديشنال يعني التراديشنال داتابيزز يعني مش بتدعم الموديل ده بسهولة. هتلاقي طبعا انت لو دورت في اي داتابيز سواء اوراكل ولا ماي سيكول هتلاقي طبعا يقول لك انا ممكن نرن على اكتر من نود وعلى اكتر من حاجه, بس الكونفيجريشن بتاع الحاجات دي دايما بتبقى صعبه. صعب جدا انك انت تسويتش مثلا انك انت النهارده تزود مكنه وانت شغال او انك انت مكنه منهم وقعت تريبليس المكنه دي بسهوله, هتلاقي دايما في مشاكل بتحصل. محتاج يعني داتابيز ادمنستريتور معاك يكون يعني صاحي وبيفهم بالظبط في الكلام ده, وده دايما بيبقى عامه مش سهل. بلس انك انت برضو بتلاقي نفسك انك انت السيستم علشان بيحاول مع كل السكيل ده او مع كل حجم الداتابيز دي يحاول يحافظ على الكونسيستنسي ويحاول يحافظ على الديورابيليتي وكل الكلام ده, ان السيستم بيرفورمانس مش بيتحسن لانك انت محتاج انك تمنتين كونسيستنسي مثلا اكروس شوف كام مكنه. فطبعا ده كله بيعمل لك اد مش بيتحسن زي ما انت متخيل ان البرفورمانس ممكن يتحسن يعني. فبتبقى دايما ليميتد في الموديل ده. لو انت فعلا وصلت, لو كانت المشكله الاصليه اللي عندك هي انك انت عندك داتا بتكسباند بشكل سريع وعندك ترافيك عالي في الريدز لان انت بتحاول تقرا من الداتا دي بشكل عالي وبتكتب احيانا برضو بشكل عالي, فبيبقى صعب انك انت تسكيل باستخدام الريجولر او التراديشنال داتابيزز يعني. جميل. فهو يعني زي محمد بيتكلم دلوقتي دي كلها كانت حاجات او اشكال من الموتيفيشنز او من الاسباب اللي خلت الناس تفكر في احنا ليه محتاجين النوسيكوال داتابيزز. يعني النقطه اللي كان محمد بيتكلم عليها او مجموعه النقط اللي كان محمد بيتكلم عليها بالذات بنقدر كده نحطها تحت فكره انه تخيل الريليشنال داتابيز او التراديشنال داتابيز اللي هي زي السيكوال والاوراكل والماي سيكوال كان عليها بريشر. انت لما تبص لها الناس بتحاول تحل اكتر من نوع من المشاكل,
عندك مشكلة اللارج داتا سيتس، ازاي اقدر اخزن تيرا بايتس مش بس كده بيتا بايتس. لو انا لو انت بتاع يعني ما كنت في بنتكلم في شوف كونجن الكتريك كنا بنحاول نعمل نشتغل في مشاريع فيها بيج داتا، كنا بنتكلم في ان الداتا اللي عندنا بالتيرا بايتس يعني، فدي طور يعني بيج داتا بروبلم يعني، عندنا مساحه احجام كبيره من الداتا يعني. فبعد كده اكتشفنا في بعض الاوقات واحنا بنعمل ريسيرش انه الجماعه اللي بيشتغلوا مثلا في المفاعل بتاع سيرن في اللي هو الكلايدر بتاع سيرن الموجود في يوروب بيخزنوا ويكلي بيتا بايتس اوف داتا مش اللي هي الداتا اللي بتخزنها جي اي مثلا في سنه بيخزنوها ويكلي. فتتخيل حجم المشكله عامل ازاي. فازاي وعلى فكره في سيرن في المفاعل بتاع سيرن بيستخدموا مدار عندهم ماي سيكول كجزء من بيكومبلمنت البيج داتا برضه ستورز اللي عندهم يعني. بس تتخيل شكل اللارج داتا سيت لو ما كانش في حاجه تساعد الريليشنال داتا بيز عامل في حل المشكله دي. حاجه زي الاوجه يا محمد تقول انك انت احيانا بتحتاج الاثنين، لانك انت ممكن تستخدم الترديس او يعني اللي هي اللوسيك والديتابيس بس علشان تلاحق على كميه الداتا اللي بتجنريت. يعني انت عندك سيستم بيجنريت كميه داتا بسرعه جدا، مستحيل انك انت تلحق انك انت تقعد تنسرت الداتا دي جوه الداتابيس، مش هتلحق يعني. لان دي ايفنتس مثلا بتحصل كل مايكرو سكند او كل ميلي سكند او يعني، فطبعا مستحيل الداتابيس تقدر تلحقك بالمعدل ده. فاللي بيحصل انك انت عملت لوز الداتا دي، فبيبقى احيانا كل هدفه ان هو على الاقل يلحق يحط الداتا دي في اي مكان في اي نوع من الاستورج، وبعد كده ايفنتشوالي ممكن يبقى ينقلها للداتابيز او ينقل جزء منها كل مره يحب يعمل يعني مساجنج للداتا. بالظبط ياخد وقته بقى معاها، لكن هو عايز ياخد الرو داتا بسرعه يعني. للنقطه اللي بتتكلم عليها مثالك بالظبط، السيستمز اللي احنا كنا بنبنيها في جي اي كنا بندبلوي ار اف اي دي تاجز وعلى مجموعه من الاكويبمنتس والبيشنت جوه هوسبيتالز. فكنت بتتكلم ان التاج مثلا المعدل اللي بيكومينيكيت بيه المسجز بيبقى حوالي 1000 بيكن في الثانيه. وتخيل بقى اضرب دوت ملتبلاي انت عندك لو عندك 100 اكويبمنت، وده يعتبر رقم صغير جدا بالنسبه للمستشفيات الكبيره يعني، مضروب في 1000 بيكن في الثانيه. فتتخيل انت ازاي كنت ممكن تاخد الكلام ده. الانجن اصلا بتاع سيكول سيرفر مش هيساعدك، المساله منتهيه بالنسبه لك يعني، ما فيش فيها. ولو الانجن بتاع سيكول ساعدك، يا ترى ال دبليو سي اف سيرفيس اللي بتستخدمها هتساعدك ولا لا، ولا الكوبرا سيرفيس اللي بتستخدمها هتساعدك ولا لا، ما في، المساله منتهيه يعني. فانت بتحتاج تستخدم فيري لو بروتوكولز، تاخد الداتا على طول تحطها في قلب الستور زي محمد بيقول، بعد كده تتعامل معاها لما يبقى عندك الوقت والكباسيتي انك تعمل ده. بالظبط، لانك انت عايز تحافظ كمان على سهوله الدخول، سهوله الاستورج يعني، انك انت مش عايز تبقى مضطر وانت بتحط يعني وانت بتحط الداتا جوه الداتابيز. انت طبعا عندك عملت الديزاين بتاع الداتابيز بتاعك وعملت نورماليزيشن كله ووصلت كل الهاي ليفل اوف نورماليزيشن. طب دلوقتي انت عايز تنسرت الداتا دي، هتلاقيك مش بتنسرت في تيبل واحد، انت عملت انسرت بقى حته في التيبل ده وحته في التيبل ده وترانزاكشن بقى علشان طبعا الداتا دي تشتغل صح. فطبعا الكلام ده كله مستحيل يشتغل مع هاي لود، لانك انت كل البيسز دي كلها في كل حته مستحيل تشتغل. فتبقى عايز بس انك انت ترمي الداتا دي في حته واحده، بعد كده تبقى تصرف بقى تلعب بالديتا زي ما الترم اللي احمد او الاغلب الناس بتستخدمه اللي هو مساجن بتاع الداتا، اللي هو انت بتاخد بقى الداتا دي وتقعد تحورها وتغيرها وتفاليديتها شويه وتعمل كل انت عايزه عليها بعد ما تكون الداتا على الاقل بقت سيف اند ساوند في حته انت عارف انها خلاص مش هتتحرك منها. مظبوط. طبعا برضو زي البريشرز من انواع البريشرز اللي كانت موجوده على التراديشنال داتابيز، النقطه اللي اتكلم عليها محمد السكيلابيلتي، انه النهارده احنا ظهر عندنا انواع جديده من السيستم، ان حتى بيرفيروا للترم بتاع المشكله دي بالويب سكيل. كان مشكله الويب سكيل ان انا عندي النهارده مليونز اوف كونكرنت يوزر، فكر في تويتر، فكر في فيسبوك، فكر في انواع السيستم دي اللي محتاجه تتعامل مع كونكرنت او ملايين من اليوزرز داخلين بشكل كونكرنت على السيستم، والسيستم دي محتاج تسيرف اليوزر دي بشكل سريع جدا. فنفس المشكله، هل ان انا اقدر اسيرف الداتا بتاعتي للمليونز اوف يوزر دي بسرعه مناسبه في وقت اكسبتبل بالنسبه لهم بشكل يرضي كل اليوزر دول في نفس الوقت. طب كمان حط فوق دوت، تخيل ان الداتا كمان انت بتعرضها لليوزر دي، اليوزر فعلا في معظم الاوقات مش مهتم بان الداتا بتاعتك تبقى معروضه له تفاصيل متقسمه زي ما انت مخزنها في داتا بيس تفاصيل صغيره. ده اليوزر عايز يشوف بانش اوف داتا كلها على بعضها، اليوزر بتاع فيسبوك بتاعك عايز يشوف تقريبا معظم الصفحه بتاعته كل حاجه على بعضها. فالداتا نفسها كمان بدات تتخزن بشكل مختلف، فبقى عندك مشكله السكيلابيلتي من ناحيه اليوزرز، مشكله الداتا كمان بخزنها ازاي، دي برضو واحده من البريشرز اللي كانت موجوده على الار دي بي ماس. في برضو عندنا حته برضو نوع الديتا،
النهارده لما تفكر مثلا في شركه مثلا زي فيسبوك، لو خدنا ناس زي فيسبوك، الداتا اللي بيخزنوها مختلفه شويه عن شكل الريليشنال داتابيز، لانها بتركز اكتر على الجراف، الريليشن شيب فيها ليها معنى اكتر. فلو اتخزنت، لو فكرت النهارده ازاي فيسبوك بيخزنوا المعلومات او الداتا بتاعتهم في قلب الداتابيز، يوستيل كان بوت تقدر تحط الداتا في اولد ريليشنال داتابيز، حتى لو كانت جراف داتا تقدر تحطها مازال بشكل عادي في قلب الداتابيز دي. لكن الترافيرسنج او انك انت تقدر تخش تعمل كويري ثرو الداتا ديت وتوصل للمعلومات وتاجريجيت الداتا دي بيبقى اصعب كتير لو اتخزنت في الشكل اللي هو الريليشنال موديل التايبولر موديل ده. فكان لازم الناس تفكر في اشكال جديده تخزن بيها الجراف داتا واللينكد داتا، المعلومات اللي الريليشن فيها يمكن اهم من الانتيز نفسها. فده برضو كان نوع من البريشر على الار دي بي ام اس. انواع برضو مختلفه من الداتا، زي محمد برضو اتكلم على مساله اللوج والكلام ده، الدوكيمنت داتا. النهارده لو انت بتعمل لوجينج لتاجز ولا بتعمل لوجينج في سيرفر في قلب الشركه، دي كلها بتتخزن في شكل دوكيمنتس في معظم الاوقات، ومفيش داعي انك انت تقسمها وتفنطها وتحطها زي ما محمد بيقول نورمالايزد، بتبقى عايز تخزنها كدوكيمنت. فالناس برضه تفكر في احنا ليه ما نخزنش الداتا دي كدوكيمنت داتا على بعضها، بدل ما نقعد نقسمها ونعمل لها شريدنج في قلب الداتابيز بتاعتنا يعني. وهي نفس الفكره بتاعت انك انت بتلاقيها لو انت بتستخدم ريجولر داتابيز اغلب الوقت، انك انت بتلاقي المابنج اللي بيحصل طول الوقت، انك انت عندك ان الورلد بتاع الابلكيشن بتاعك او بتاع السيرفيس بتاعتك كله بيشتغل باوبجكت واوبجكت اورينتد، وبالذات لو انت كمان عندك سيرفيسز، فالسيرفيس دي بتكسشنج مع بعض مسدجز وكونتراكتس ومش عارف ايه، وبعد كده ترجع للداتابيز نفسك بقى محتاج تقعد تقطع اللي انت قعدت عملته كل ديزاين حلو قعدت عملته ده، وتقعد بقى ايه تلزق يعني كانت بتقطع الاوبجكت حته تحط لزق كل حته في تيبل مختلف، وتقعد تتاكد ان كل حاجه في المكان اللي المفروض تكون عليه، وبعد كده وانت راجع تقعد تلم الحاجات دي كلها وتحطها في اوبجكت وترجعها. فطبعا بتحس دايما انك انت كانك دخلت كهف كده مختلف عن العالم اللي انت كنت فيه، عشان ده بيتكلم لغه مختلفه واللي بيتكلم بطريقه مختلفه، بالذات لو كان كل هدفك في الموضوع من الداتابيز انك انت بس تستور الداتا، يعني انت عايز مجرد ستورج او مجرد حاجه بيرسيستنس انك انت تحط الداتا بس علشان تيجي تقراها تاني. لو انت كل موضوعك عايز حاجه زي كده، بيبقى اغلب الوقت انك انت احسنك تستخدم اوبجكت داتابيز او تستخدم يعني حاجه تحط الاوبجكت زي ما هو او تحط الدوكيمنت زي ما هي جوه الداتابيز وتريتريفها على طول، لا ما تحتاجش بقى انك انت تقعد تماب او تستخدم زي اللي قعدنا نحكي المره اللي فاتت على الحلقتين نحكي الاو ار امز ومش المايكرو او ار امز، انك انت خلاص مش محتاج الموضوع ده، لانك انت بتقرا الاوبجكت وتكتبه وتقراه في ساعتها او تكتبه وتقراه زي ما هو تاني. النقطة دي أصلا النقطة دي ظريفة جدا يا محمد، لأنه فكرتني بأرتكل كان كاتبه الراجل بتاع كودينج هورر، فكان بيتكلم على موضوع الكومبلكسي بتاعت الـ ORM. كان حتى الفاني بارت في الموضوع انه كان بيقول على الاو ار ام ان هي الفيتنام بتاعه الكمبيوتر ساينس اللي هي في اعمال بطوليه اتعملت من ناس كتير في انها تبني الاو ار امز، بس كانت دايما مقبره جماعيه للكل او دايما في ريسك كبيره وانت بتبني او ار ام، وشركات كتيره بتحط فيها ايفورز كتيره وفلوس كتيره ومشاريع كتير بتنهار جاست عشان بس اللاير بتاعت الـ ORM دي. وما زالت هي واحدة من الحاجات اللي بتقاد كومبليكستي أحيان كتير زي محمد بيقول بتبقى ملهاش سبب. انت كل اللي انت محتاجه انك انت تخزن الداتا وترجعها تاني، مفيش داعي انك انت تعمل الترانسليشن ده رايح وجاي بقى عندك. وبعدين قاد البيكشور دي كمان بقى في بالذات في العشر سنين الأخرانيين هاد للموضوع ده كمان الويب سيرفيس، بقى عندك كمان ثلاثة فورمات، بتاخد الداتا اوبجكت تحطها في الداتابيز، تحطها سوري تيبلز في الداتابيز وترجعها انتيتيز، وبعد كده كونفرت الاكس ام ال وباس اوفر ويب سيرفيسز وتاخدها الناحيه الثانيه وسيريلايز وديسيريلايز ورجعها تاني. الكومبلكسيتي بقت غير عاديه في الجاست في الميدل لاير بتاعت في الميدل تير اللي تركز على الاو ار ام. فاحيان كتير الكلام ده بيبقى انسيسري ملوش اي داعي. فالناس اللي كانوا بيفكروا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في النوسيكول داتابيز كانوا بيحاولوا يافويدوا الكومبلكسيتي اللي بتيجي من الاو ار ام. يعني انا ممكن انط لحظه كده لقدام، مثلا سي نص ساعه قدام في البودكاست ولا حاجه، واقول لك مثلا على شكل الابلكيشن اللي بيتخيلوه دايما بتوع النود جي اس او سوري بتوع النوسيكول
اللي بيستخدموا نود جي اس اغلبهم بيستخدموا بيفكروا في ان هو مثلا عنده داتابيز بيستخدم مثلا حاجه زي مونجو دي بي بيحط فيها الداتا بيرتريف الداتا بجيسون فورمات وبعدين يقرا الجيسون فورمات ده في سيرفيس مكتوبه نود جي اس اللي هي مكتوبه بالجافا سكريبت ويبعت الريزلت دي تاني للويب ابلكيشن بتاعه او وان بيج ابلكيشن اللي هو مكتوب جافا سكريبت فيبقى عنده الابلكيشن بتاعه من اند تو اند جافا سكريبت ابلكيشن كله جيسون كله ابلكيشن ولو لاحظت هتلاقي ان الموديل ده مبدئيا ما عندوش اي نوع من السيريلايزيشن والديسيريلايزيشن بيحصل لان هو دايما بيتكلم هو نفس الاوبجكت هو خده من الداتابيز بالظبط هي نفس اللغه نفس الداتا بس داتا ستراكشر لان هو في الاخر بالذات لما تتكلم في ابلكيشنز اللي هي عباره عن بتوري للناس يو اي اغلب الوقت واليو اي فيري ريتش واجاكس وكل اللي عايز سنجل بيج سنجل بيج كان ويب سايت في الاخر انت ثلاث ارباع الداتا بتاعتك اللي في الداتابيز في الاخر بيستخدم اللي بيشوفها اليوزر بيشوفها عباره عن جيسون اوبجكتس سواء بقى كان هو نفس الداتابيز ولا ده موديل فيو ولا يعني ولا فيو موديل ولا وات ايفر السيتويشن بس في الاخر اللي بيحصل انك انت على كل الداتابيز ديزاين انت قعدت عملته في الاخر انت خدت الداتابيز دي او خدت الداتا ده ورجعته اوبجكت اليوزر وفي شكل جيسون فهو بالذات لو انت الداتابيز بتاعتك زي ما قلت مش محتاج منها انك تعمل منها مثلا اناليسس بعد كده فمحتاج انت الديزاين ده عشان هتعمل عليه مثلا بي اي ولا هتعمل عليه ريبورتنج ولا حاجه في الاخر تكون الموضوع انك هتحط اوبجكت وتقراه تاني فخلاص في الحاله دي احيانا بتصير حاجه زي مونجو دي بي مثلا او حاجه او بالمنظر ده انك انت تقرا بسرعه وتكتب بسرعه ونفس الداتا بتكتبها هي نفسها هتقراها وخلاص على كده فده بس كان نطه لقدام بس عشان ادي بس زي فكره عن شكل الابلكيشن اللي الناس بتتكلم في النوسيكول بتتخيله عامل ازاي يعني اللي هو التيبكال ابلكيشن او التيبكال كراد ابلكيشن الناس بتجيبنيه النهارده مثلا بتلاقي مثلا سين هو مستخدم سين مثلا داتابيز ماي سيكول مثلا عامل سيرفيس لاير مثلا بجافا ولا سي شارب وبعد كده عامل ابلكيشن ويب ابلكيشن سواء بقى اس بي دوت نت ولا جي تو اي وعلى ويب سايت على ويب بيج مكتوب اتش تي ام ال 5 وجواها جافا سكريبت في الاخر راننج ولا حتى سيلفر لايت ولا فلاش في الاخر كل شوف انت كل لاير من دول لو انت كل واحده منهم تكنولوجي مختلفه كل واحده بتقرا داتا مكتوب فورمات تاني بيفهمه وتقعد تحوله وبعد كده تبعته لللاير اللي بعديها هتحاول تفهم اللي انت بعته وبعد كده تحوله وتقراه فبقى عندك كميه ترانسفورميشن لايرز وكميه هوبس جوه السيستم فيها سيريلايزيشن وديسيريلايزيشن بيقتل البرفورمانس على الابلكيشن صحيح يمكن واحده من الحاجات الاخيره اللي بتهيالي نتكلم عليه قبل ما ننط شويه لموضوع الهيستوري بتاع النوسيكول داتابيز يمكن انا انطباعي الشخصي انا من السنه الاخيره او السنه ونص الاخيره اللي اشتغلت فيها شويه في موضوع النوسيكول ده النوع الناس اللي تشتغل في النوسيكول او اللي هي كانوا بالذات في الليدر في الموفمنت بتاعه النوسيكول انا انطباعي الشخصي كان عن الناس دي ان هي كان معظمها الناس الاكيد الاتليست اتكلمت معاهم معظمهم انجينير ما كانوش بيحبوا عموما يتعاملوا مع الريليشنال داتابيز اللي هي سيكوال داتابيز ما كانوش يمكن اقوياء فيه او بيحبوا يتعاملوا بيه ده كان واحد من الموتيفيشن بتاعتهم وكان في نفس الوقت نيو سيت اوف ايز جايه من باك جراوند مختلفه معظمهم على فكره كانوا ناس بتبني سي بلس بلس سيستمز بتركز او جافا سيستم بتركز على الديستريبيوشن او على الديستريبيوتد سيستم وبداوا يخشوا في نقطه الداتا دي او قابلتهم مشكله البيج داتا او الانستراكشر داتا دي وهما فريش اي نيو اي ما بتحبش تستخدم السيكول فبدات تطلع مجموعه جديده من الانوفيتيف ايدياز اللي شكلها مختلف تماما عن شكل الترديشنال داتا هاندلنج ستريم اللي كان موجود اللي هو التايبولر والريليشنال داتابيز فده انطباعي الشخصي عن وانا بعتقد انه واحد من الموتيفيشن والاسباب اللي خلت شكل النوسيكول موفمنت يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه اليومين دول يعني له علاقه كبيره بشكل الانجينيرز اللي كانوا بيشتغلوا فيه في البدايه لو تحب محمد ممكن انا احب انقل على موضوع ندي الناس شويه فكره عن الهيستوري بتاع النوسيكول داتابيز والمساله اتطورت ازاي عشان نرسم شويه كونتكست كده للناس تمام فانا عايز ابدا بس مع الناس بحاجتين مهمين في موضوع الهيستوري دوت يعني في عشان بس نخلي محمد يمكن لمس عليهم في الاول يعني فكره الـ 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 في البدايه خالص الناس بدات بمساله اللي هي الايه او في كان في المين فريم تايم يعني انك انت عندك سي بي يو واحد وبتشتغل عليه بكوبل ولا فورترن وبنش كاردز والساعه الواحده على السي بي يو ممكن تكلفك بال $10,000 او حاجه زي كده بعد كده بدات تظهر بقى البي سيز بتاعتنا والمين فريم يمكن اتطورت شويه المسائل بقى اللي هي
السيرفر السريعه اللي تحط عليها اكتر من كور وفيها اكتر من راك والقصص دي، داتا سنتر فيها اكتر من راك والقصص دي. فده ده اتجاه. وفي نفس الوقت بدا يظهر عندك اللي هي الحاجه الترم اللي احنا هتلاقيه بنستخدمه كتير اللي هو الكوموديتي هاردوير اللي هي البروسيسور والسي بي يوز المتوسطه السرعه والكفاءه. الساعه عليها تكلفك كلام فاضي، بتكلفك تعريفه يعني زي ما بيقولوا. وبدات الناس تفكر ازاي تستخدم الكوموديتي هاردوير دي. طبعا انت لو خدت واحد من الكمبيوترات العاديه بتاعك، لو خدت مثلا البي سي بتاعك في البيت وحاولت تحط عليه سيكوال داتابيس هيشتغل، انما لو حطيت عليه سيكوال داتابيس بتسيرف ويب سايت بيسيرف مثلا 1000 يوزر، الموضوع هيبقى مختلف في الحاله دي. فانك عشان كده الكوموديتي هاردوير او السي بي يوز العاديه اللي احنا بنستخدمها في البيت دي متوسطه السرعه والكفاءه ما كانتش في السكوب او في دايره الجماعه اللي بيشتغلوا في التراديشنال داتابيز. زي محمد قال قبل كده، مساله الديستريبيوشن بتاع الريليشنال داتابيز كان صعب، فعشان فكان ال ومش بس كده، الحاجه الثانيه اللي عايز المس عليها بسرعه في الحته دي انه الاسلوب اللي الناس كانت بتحل بيه المشكله ما كانش بيسهل ازاي تقدر تابروتش المشكله بشكل ديستريبيوتد. فدوت بيرجعنا برضو لحته تاني في التاريخ، درس في التاريخ، نرجع الابروتش بتاعه الكمبيوتيشن عموما. يعني الناس لما جت تبص على الكمبيوتيشن يمكن في بدايات في سنه 30 او سنه 40 حاجه زي كده، طبعا البود اللي احنا شغالين عليه كلنا دوت اللي هو الفون نويمن، الراجل ده كان طبعا واحد من الناس العباقره جدا في الماثيماتيشن وفيزيشن وكتب. وكان هو بيركز ان الابروتش بتاعه للكمبيوتيشن كان ان احنا البروجرام لو ستيت واحنا محتاجين مانج الستيت دي. فعشان كده بتلاقي عندك البروجرام بتاعتنا ليها فاريبلز، والفاريبلز ديت ممكن تبقى موجوده بره الميثودز والكلاسز ونحط فيها فاليوز، والفانكشن تخلص الشغل بتاعها وتطلع وتلاقيها مخزنه فاليو بره فاريبل عايش في سكوب بره الفانكشن. فده كان الاسلوب بتاع فون نويمان واللي بنى عليه الموديل بتاع الكمبيوتر اللي احنا عايشين الكمبيوتيشن والكمبيوتر اللي احنا بنتعامل معاه لحد دلوقتي، اللي هو اللود ديكود اكسكيوت حاجه زي كده بالظبط. على الجانب الثاني كان في الراجل اللي هو الونزو تشيرش دوت، برضه ماثيماتيشن والناس اللي كانت موجوده عليه يمكن في 10 سنين او حاجه زي كده بعد فون نويمان، ودوت يعني بنعتبر الاب الروحي بتاع الفانكشنال بروجرامنج كومبيتيشن. والراجل ده كانت فكرته على النقيض شويه من فكره فون نويمان، كانت ان هي خلي الكومبيتيشن زي الماثيماتكس، الفانكشن المفروض ما يبقاش ليها ستيت وما يبقاش ليها سايد افكتس، الفانكشن تبصلها نفس البارامترز تديك اولويز نفس الاوتبوت، ما فيش ستيت الفانكشن بتمنتنها براها. ودول التو ابروتشز اللي يمكن الموضوع الكمبيوتيشن. وطبعا زي ما احنا عارفين وزي ما انتم كلكم شغالين وبنتكلم وبنسجل من البي سيز دلوقتي وبنستخدم جافا وسي شارب وسي بلس بلس، فون نويمان هو الوايدلي سبريد والاكثر انتشارا واللي اثبت ان هو في يمكن في ال 50 سنه اللي هو ال 60 سنه اللي فاتت يمكن 70 سنه كمان اللي فاتوا الموديل الناجح واللي شغال. لكن في حقيقه الامر لما تيجي تبص بقى للمقارنه بين اني موديل فيهم سيمبلر تشيبر ويقدر يسكيل ل 10,000 سي بي يو، فهنا الموديل بتاع فون نويمان وقف. وهنا بتيجي دايما الحته بتاعه السيكوال داتا بيزز، ليه بيبقى في حتى صعوبه في انك انت ديستريبيوت الاكسكيوشن على سيكوال داتا بيزز او ديستريبيوت الاكسكيوشن بتاع الابلكيشن على مالتيبل سي بي يوز. يعني حتى كان في بيبر ما هنحط اللينك بتاعتها يمكن في البودكاست، كان تيست عملته امازون يوزنج الستاندرد كومبيوتيشن العاديه السي شارب او الجافا او كده فيرس انها تستخدم الفانكشنال ميثودز زي الماب ريديوس او زي الفانكشنال بروجرامينج ميثودز في انها تاكسس الداتا على الكلاود ستورز بتاعتها. يعني فلقت ان في 82% ريدكشن في السرعه في البرايس. انت متخيل ان الفانكشنال بروجرامينج بروسيجر بتاع الماب ريديوس بيكلفك 6 سنت، لان طبعا انت عارف على الكلاود كومبيوتينج انت بتحاسب بالتايم يعني. فان هو سريع اسرع بكتير لانه بيسكيل اوت، انه تقدر تنفذه البروسيجر يقدر ملوش سايد افكت، فنقدر نقسمه لوحدات صغيره تتكسكيوت توزع بسرعه تتوزع وتتقسم بالظبط بسرعه. فبيكلفك 6 سنت انك انت تنفذ البروسيجر ده اللي بيكلفك 30 سنت في حاله الستاندرد بروجرامينج ابروتش. فده واحد من الفاندمنتال كونسبت في الموفمنت او في الهيستوري بتاع النوسيكول، انه لما هنتكلم بعد كده ان شاء الله في حلقات تانية على البيج ديتا وحتى في النوسيكول، المين ايديا او الدرايفر بيهايند ات الديستريبيوتد باور
ان انا عندي بستخدم الهاردوير التشيب دي وعندي كومبيوتيشنال موديل بيساعدني ان انا ادستريبيوت الاكسكيوشن فاوصل لويب سكيل عالي, اقدر سبورت ويب سكيل عالي سواء كان حجم الديتا او سواء كان حتى سرعه التنفيذ. فدول يمكن نقطتين في تاريخ النوسيكول هيفيدوك كتير, وهنتكلم في ان احنا في انه ليه المساله جت من هنا يعني. بعد كده طبعا في شويه محطات سريعه في تاريخ النوسيكول يمكن لو حابب تعرف عنها ممكن نحط برضه لينكات ليها وممكن تقرا عنها وترسيرش عنها اكتر. في سنه 2003 تقريبا كان يمكن اول مره كان حد يتكلم, لو انت فاكرين موضوع اللي هو فاكر محمد موضوع الميم كاش دي بي دوت, لما الناس بداوا يطلع اول مره كانت تطلع فكره ان يا جماعه الداتابيز السيكول مش قادر يستحمل الكمل فبدات الناس تطلع بافكار ان احنا نعمل داتابيز بكاش الداتا اللي هي الريد اونلي داتا ديت اللي نستخدمها مور فريكوينتلي في الرام عشان ناكسسها بسرعه. فده يمكن كان اول مره ناس بتتكلم على فكره ان انا عايز بس احط اكاش شويه داتا معايا بعيد عن السيكول بشكل انستراكشر كده في قلب الميموري. فده يمكن كان اول مره الناس تتكلم على موضوع الانستراكشر داتا في الميموري سنه 2003, وده كان علشان بس بيحاولوا اوفررايدوا مشكله واحده من المشاكل هي مشكله البرفورمانس بتاع الريد. يعني هم ما حاولوش كانوا هم ما عندهمش مشكله مع الاستورج نفسها, يعني انها اذا كان هيخليهم اسمه يلود كميه كبيره من الداتا في الميموري, ده يديك انطباع على ان حجم الداتا نفسه ما كانش ضخم قوي يعني. مشكلته كانت في الريد, ان الريد بطيء جدا لو عنده اكتر من حد بيعرف نفس الوقت, ان الريد بطيء جدا بس خصوصا لو ده بيتاكسس فيري فريكوينتلي, فخلاص خلي الريد معايا في الميموري. بعد كده يمكن هي كانت واحده من المحطات الرئيسيه في في في, في موضوع النوسيكول والبيج داتا, كان البيبر اللي نشرتها جوجل سنه 2004 بتاعه الماب ريديوس. وزي ما قلنا البيبر دي كانت هيوج بوش عموما للموفمنت بتاعت الفانكشنال بروجرامينج لانجويج, وهنتكلم بعد كده عن موضوع الماب ريديوس, وهو اسينشلي واحد من الافكار الاساسيه لفكره انه ما فيش سايد افكت وان هو فانكشنال بروجرامينج بروسيجر بيساعدك في انك انت تدي اسمبل الداتا وتديستريبيوت الالجوريزم بتاعك على الداتا. وبعد كده 2005 جوجل نشرت البيبر الثانية برضو القاتلة جوجل, يعني كان ليها يمكن تو موفمنت خبطات كده في موضوع النوسيكول والبيج داتا, كان موضوع البيج تيبل بيبر ديت. برضو ديت بيبر مهمة جدا, لو حابين تقروا عنها هنحط اللينك بتاعتها, انه كان يمكن دي اول مرة شركة حجم جوجل تحط فيرست practical use لموضوع ال key value stores دي, ان انا عندي unstructured data بحطها في قلب مجرد key value stores وهستخدمها على large scale زي حالة جوجل. وحط البيبر سنة 2005, ويمكن البيبر دي عملت ساعتها قلق كبير جدا في الـ في الـ في, الـ في الوسط, لدرجة انه خلت شركات كبيرة زي ياهو وفيسبوك وامازون يبدأوا على طول يطوروا ال key value stores بتاعتهم. ويمكن سنة 2007 يمكن البيبر نشرتها امازون عن الداينامو دي بي, وهي برضو كي فاليو ستور, واحده من انواع النو سيكول انستراكشر داتا زي ديكشنري كي فاليو, بتحطها في الميموري, بتحطها في ميموري او اي او, مش فرق كتير. دي يمكن تعتبر واحدة من أكتر البيبرز تأثيرا في حركة النوسيك والعموما يعني, اللي نشرتها أمازون سنة 2007 يعني. وبعد كده طبعا ظهرت اللي هو يمكن لأول مرة الترم بتاع النوسيك وده كويند الميت أب جروب كانت بتحصل في سان فرانسيسكو, وكانوا مش لاقين اسم الفاني ستوري محمد اللي كان بيحكيها مارتن فاولر عن انه ما كانوش عايزين اسم, فالاسم لحد اختار اسم نوسيكول والاسم لزق يعني من الاخر يعني. ماشي, كانوا بيحاولوا يدوروا على 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 هاشتاج لتويتر علشان يبتدوا يتكلموا, فكانوا عايزين حاجه صغيره جدا وحاجه بس يعني يقدروا يحطوها كهاشتاج. فطبعا نوسيكول كلمه خمس حروف بيرفكت لتويتر يعني. ففي الاخر عشان كده الناس اللي بتحاول تاخد الترم بتاع كلمه نوسيكول يعني ليترالي يعني ساعات بينسوا ان الهدف من الكلمه اصلا ما كانش ان هم يبقوا نوسيكول, هو كان عايز بس يقولوا ان احنا مش هنتكلم في السيكول, هو ده كل الهدف من ال من الورد نفسها يعني, لكن مش معناها كده ان احنا يعني السيكول هنقتله يعني, ملوش علاقه يعني. لما حتى اكشلي لما انت بتتكلم مثلا في حاجات زي الماب ريديوس والكلام ده, البراكتيكال يوز بتاع الحاجات دي لما بتيجي توصل لمرحله مثلا انك انت عندك كميه داتا اوريدي سيفد او ستورد في على هادوب مثلا, وعايز اكشلي تطلع منها داتا ميك سنس,
ساعات بتستخدم تكنولوجيز مثلا بتحاول تديك سيكوال سينتاكس فوق الكلام ده كله عشان تعرف تكستراكت الديت. فيعني لحد النهارده حتى في السيتويشن بتاع النو سيكوال انفايرمنت تلاقي ناس بتستخدم سيكوال لايك سيستمز علشان تطلع علشان المبدا الرائع اللي طلعته السيكوال او الداتابيز الفكره انك انت بتديسكرايب اللي انت عايز النوع اللي انت عايز بالظبط انت انك انت مش بتشرح تفاصيل الاكستراكشن بتاع الداتا بس انت بتشرح انت عايز ايه والسيستم هو بيبقى عنده الحريه الكامله ان هو يقدر يحدد ازاي هجيب لك الداتا دي. فطبعا السيكوال از ا فيري وايدلي سبريد لانجويج يعني والناس كتير عندها خبره فيها فيبقى دايما الاختيار الاول اول ما حد بيحاول يعمل يحل المشكله دي بيبقى دايما الاختيار الاول ان هو يحاول يعمل حاجه شبه السيكوال لان هي في الاخر حتى لو هو بيحبهاش شخصيا في ناس كتير جدا بتستخدمها والناس عارفاها يعني وبتدرسها في الجامعه وبتدرسها في شغلها وكل حاجه يعني. بالظبط. طب هو في شويه في يعني احنا انا عايز انقل شويه بعد ما قلنا عن الهيستوري بتاع الداتابيز زي بتاع النوسيكول داتابيزز او ستورز في شويه كونسبت قبل ما ننقل على انواع النوسيكول نحب ان احنا نعدي عليها بسرعه لانه هتسمع الكلمات دي كتير واعتقد انها هتساعدنا في او هتساعدك في انك انت تكاتش اب معانا في اللي احنا بنتكلم عنه يعني. بس هو في واحد قبل ما نبدا في الكونسبت يعني هو في برده حاجه من الملاحظات اللي لاحظتها برده في خلال شغلي في موضوع النو سيكوال دي كنت دايما بحب اربط مساله اللي هي الايه السمبلستيك بتاعه افكار النو سيكوال هي واحده برده الموتيفيشن الكبيره او واحده من الصفات الاساسيه اللي بتشوفها في قلب الجماعه بتوع النوسيكول والديتابيز النوسيكول ديتابيز ان السيمبلستي دايما هي واحد من العناصر الاساسيه في شكل السيستم دي انهم بيحاولوا يبنوا سيستم سيمبل انف بس باورفل انف لنحل نوع معين من المشاكل انهم حاولوا يتخلصوا شويه من المشكله اللي كانت موجوده في الار دي بي ام اس انهم بتحاول تبني سولوشن للديتا ستورج بروبلم كبيره جدا وفيها انواع اشكال كتير للداتا ستورج زي ما اتكلمنا فالسيستم بتاعك غصبا عنك بيبقى معقد اكتر من اللازم لانك بتحاول تحل انواع مختلفه من المشاكل انما لما تبص الموضوع النو سيكول هتلاقي انهم حتى جواهم بيحاولوا يركزوا على انواع مختلفه من هتلاقي في ناس بتركز على موضوع الجرافس هتلاقي في ناس بتركز على موضوع الدوكيومنتس هتلاقي ناس بتركز على موضوع الكي فاليو وما تاخد مثلا فكره زي موضوع الكي فاليو ستور اللي هو زي الديكشنري بيسيكلي كي فاليو فيري سمبل الايديا فيري سمبل انت مجرد عندك كي فاليو خلصت القصة يعني فالسيمبلستي is a virtue يعني زي ما بيقولوا يعني الـ 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 البساطة فضيلة يعني بالضبط اللي هو دايما أصلا دايما يعني لما تشتغل بالذات في الديستريبيوتد سيستمز كتير هتكتشف دايما ان احسن السيستمز اللي ليها يعني اللي ديزايند صح هي اللي فيري سيمبل سيستم لانك انت اصلا المشكلة يعني الانفايرمنت اللي انت فيها اوريدي كومبلكس انف انك انت عندك اكتر من 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 مكنه بالرننج السيستم بتاعك وعندك مشاكل ممكن تحصل من تايم اوتس او من افيلابيليتي بس اوريدي عندك مشاكل كفايه فانت مش محتاج انك انت تزود فوق ده كل كومبلكسيتي جايه من المودلز بتاعتك والديزاينز بتاعتك اللي هو دايما حاول تسمبليفاي لانك انت اللي في الاخر هتبقى غصب عنك تشيل الكلام ده كله جوه دماغك بالظبط فدايما الاحسن انك انت تسمبليفاي فمثلا حاجه بسيطه جدا زي الكي فاليو على بساطتها على ان هي مفيده جدا وبتديك حاجات كابيليتيز عاليه جدا لانك انت لما بيبقى عندك تيبل في الاخر عباره عن كيو فاليو سهل جدا انك انت تريد تعمل ديستريبيوشن تاني للتيبل ده على اكتر من ماشين لان كل ماشين هتبقى شايله يا اما جزء من التيبل ده لان هو في الاخر كيو فاليو مفيش حاجه غريبه جواه يعني الاستراكشر بتاعه عمره ما هيتغير عن كده هو طول عمره كيو فاليو وفي نفس الوقت عندك ببساطة جدا ممكن تعمله ريبليكيشنز او ممكن تعمل انت عايزه فيه لان هو مفيش فيه ديزاين مثلا انت خايف او سكيما محتاج انك انت تمنتين السكيما دي او ممكن حد يغير السكيما فجأة فتضطر تروح تغير السكيما دي في كل حتة ما عندكش كده هي في الاخر هي وان يعني هو وان سكيما انت بقى اللي ممكن الناس تحط جواه دي حاجه تانية بس في الاخر الداتا بيز نفسها ما لهاش دعوه باللي موجود جوه الفاليو ايه ستراكشر بسيط هو في الاخر بسيط عباره عن تيبل اوكي وكمان ده بيساعد بقى في حاجات كتير انك انت توزع الداتا او انك انت تريكفر من مشاكل كل ده سهل جدا لانك انت بيبقى عارف ممكن ببساطه جدا تقدر تعرف اذا كان في رو كوربتد ولا لا انك انت بالنسبه لك الفاليو دي حاجه واحده هي بلوك باينري على بعضه ممكن تحط له هاش جنبيه تعرف اذا كان الفاليو كومبرومايزد او الفاليو باظت او تقدر تعمل كتير جدا بيزد على انك انت مش ما عندكش تفاصيل كتير عن اللي بيحصل يعني انت بالنسبه لك الداتا دي كلها حاجه واحده يعني بالظبط هم حتى لما حبوا بعد كده ان هم يزودوا تفاصيل شويه
يعني مثلا سي انك انت في حياتك مش هتبقى بالظبط افرض انك انت عايز تعمل زي اوبريشنز اعلى شويه من مجرد انك انت تقرا الفاليو، عايز مثلا تقرا فاليوز بس ليها زي نوع من علاقه ببعض، يعني انا مش بالظبط هقرا كيو كيكي مثلا، انا عارف سي مثلا عايز اقرا كل الكاستمر انفورميشن اوكي. فممكن اكون ففي داتابيز كتير بتديك الفاليوتي انك انت مش تحط فاليو بس، ممكن تحط فاليو تحط ميتا داتا حواليها. ميتا داتا حاجه زي تاجز كده، زي التاجز اللي بتلاقيها في البلوجز كده، اللي هي برضو فيري سمبل ايديا انك انت تحط زي علامات على الداتا بحيث انك انت لما تيجي تريتريف بالحاجات تجيب لك كل الحاجات اللي هي علاقه بالموضوع ده. برضو ما غيرش في الاستراكشر الاصلي بتاع التيبل، تيو في الاخر هو برضو كيو فاليو، بس هو حط عليه شويه حاجات من جنب كده، شويه تحابيش كده جنبيه عشان بس يخليه سهل انك انت تقرا منه. لكن هو زي ما احمد يقول، هو في الاخر السمبلسيتي دايما هترجع تاني للنقطه، انا مش هزود كومبلكسيتي على السيستم غير لو انا محتاج. عشان كده مبدئيا هو بدا بان هو فصل انواع الداتابيز او انواع الاستراكشرز عن بعض، لان هو دايما انك انت لما بتحاول تعمل حل واحد مشاكل كتير ده اللي بيخلي الحل بتاعك كومبلكس، لانك انت بتضطر انك انت عندك ده انا عندي كيس انا مش محققها اروح مزود كومبلكسيتي عشان احقق الكيس دي. فاقول لك خلاص انا ممكن الجراف داتابيز مثلا دي معقده شويه، لا خليها على جنب، خلي حد تاني يعملها انا مش هعملها. هو خد قرار اصلا من الاول انا وانا بعمل كي فاليو ستور ان انا مش هسبورت موديل بالمنظر بتاع الجراف ده، على الاقل مش في السيستم، مش بيلت ان في السيستم نفسه. انت عايز تسبورت ده في الابلكيشن بتاعك انت حر، لكن الداتابيز نفسها ما تعرفش يعني ايه جراف. اوكي، لكن الراجل اللي بيعمل جراف دي بي هو قرر من الاول ان هو هيعمل كده، فيقدر يحط الاسامبشنز بتاعته ويقدر يحط الكومبلكسيتي اللي هو شايفها مناسبه للمشكله دي. فده يديك انطباع عن نوع الديزاينز اللي بتتحط في الطريقه دي. يعني مظبوط. هننقل بقى بسرعه للنقطه الثانيه، برضو كونسبت من الكونسبتس مهمه محمد اللي نتكلم عليها، اللي هنقولها برضو واحنا بنتكلم على النوسيكوال كونسبتس. الشاردنج، كونسبت الشاردنج دوت كونسبت موجود حتى من قبل كده، من الايام الار دي بي ام اس، بس صعوبه تطبيقه في الريليشنال مودلز وصعوبه التنفيذ العملي بتاعه يعني ما كانش مشهور وما كانش شيء عملي. وببساطه فكره الشاردنج هي بيسيكلي انك انت البارتيشن تورنس بتاعك، تخيل لو انت عندك داتا والداتا ديت بتزيد على 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 سيرفر، وصلت لمرحله معينه انه خلاص انت السيرفر بتاعك او البارتيشن بتاع اللي انت حاطط فيه الداتا خلاص انت يو كانوت سبورت اني مور داتا يعني. فانت ايه قدره السيستم بتاعك او الداتا سيستم بتاعك، الداتا مانجمنت سيستم، انه يقدر ياخد الجزء من الداتا دي ويعمل لها ريلوكيشن او يموفها على سيرفر تاني، ويبدا يفتح الشانل بتاعه الديستريبيوشن عشان يخفف اللود او يبالانس اللود ما بين الـ ما بين الـ ما بين التو بارتيشن او التو سيرفرز بتوعك. يعني احنا بنتكلم على هوريزونتال بارتيشننج، مش بنقسم الداتا فيرتيكلي بالكولمز، لا احنا بنقسم الداتا بالروز. وطبعا بيبقى فيه لو عايز اديك مثلا اقرب لك الصوره، لو زي ما كنا بنتكلم برضه بالتسجيل محمد، فكره انه تخيل لو انت عندك مثلا كاستمر داتا والكاستمر داتا ديت جيوغرافيكلي ديستريبيوتد، مثلا لو انا عندي الكاستمر بتوع امريكا والكاستمر بتوع مصر والكاستمر بتوع يوروب، وده دي كلها في تيبل واحد في بارتيشن واحد. فلو انا عندي ان انا اقدر اعمل شاردنج واقسم الداتا ديت بيزد على كرايتيريا مثلا بتاعه الكونتري او الجيوغرافيكال لوكيشن، فموف شويه الروز بتاعه الكاستمر اللي في مصر في سيرفر تاني غير الروز بتوع الكاستمر اللي في امريكا في سيرفر تاني، وابدا اشغل الديستريبيوتد ميكانيزم والبالانسنج ما بين السيرفر دي. NoSQL databases عن من المميزات الأساسية بتاعتها إنها بتقدر أو بتأتليست غالبيتها عندها قدرة إنها تقدر تعمل الـ automated sharding، إنها تقدر تديها شوية criteria، تقدر تتيون شوية facts فيها وتسيبها هي وحدها لما يحصل full partition عندك، هي تعمل horizontal partitioning أو sharding للداتا ديت وتموفها على النودز المختلفة الموجودة جوه السيستم. طبعا مشكلة الشاردنج إنه بيintroduce شوية complexity، ده واحد من الحاجات اللي هي صعب التعامل معاها لو انت بالذات بتعمل الشاردنج مانيوال، وده اللي كان بيخلي انك انت تقرب له حتى في الـ RDBMS وورلد كان شبه يعني ديزاستر، انت مش عايز تيجي ناحيته لان المساله كانت معظمها مانيوال وكانت فيري ديفيكلت تو مينتين. فيمكن اللي بيخلي الموضوع شويه ظريف وسهل في الموضوع، مش سهل بس يبقى يعني كومبلكسيتي مانجبل في النو سيكول، انه جزء كبير منه اوتوميتد،
والمعظم النو سيكولز بالذات الستيبل واللي مشهوره والكوميرشال منها زي مانجو او كاساندرا عندها اوتو بايلوتنج للشاردينج وتقدر تخش على بيجز في الـ في الـ في, الـ في الادمن بيج بتاعتك وتكونفيجر كل الكرايتيرياز والكلام ده. في تول سيت اتبنت في العالم بتاع النو سيكول للقصه ديت يعني. وهي كمان المبدا عموما في اغلب الداتابيز دي انك انت بتبقى هم كلهم عندهم فكره انك انا محتاج مور ستورج اد مور ماشينز, هو اوتوماتيك بيروح محول بيريبالانس الداتا اللي معايا على السكيل الجديد. انت مش محتاج انك انت تعمل حاجه, اغلب الوقت مش محتاج تعمل حاجه اكتر من كده. لو انت عندك شويه مثلا بوليسز زياده انت كنت حاططها علشان توزيع الداتا ممكن تراجعها او حاجه كده, لكن اغلب الوقت انت كل الموضوع انك انت محتاج تزود مكنه للبول بتاع الماشين بتاعك وهي اوتوماتيك هتروح تعيد توزيع الداتا بتاعتك, لانك انت احيانا بتبقى الكولكتيف كاباسيتي بتاعت المكنه بتاعك مثلا سي كانت 100 تيرا بايت, بس انت جيت خلاص وصلت مرحله انك انت اوريدي هيتنج الليميت ده وقربت منه قوي, كل موضوع تزود لك مثلا 10 مكنات كمان فتزودك مثلا زي 20 مور تيرابايت او حاجه بالمنظر ده, تلاقي الدنيا فرقت نفسها تاني ووزعت نفسها بالمنظر ده تاني. بالظبط, وبالذات يا محمد انك انت اللي انت بتتكلم عليه ده كمان بيجي هاند باي هاند مع فكره انه معظم النوسيكول داتا بيز عموما ظهرت او بدات تظهر بقوه مع الموفمنت بتاعه الكلاود كومبيوتنج. فده اللي كان بيجي انك انت ان معظم الشركات معظم الويب سكيل كومبانيز الشركات دي غالبا بتهوست الديتا سنترز بتاعتها عند شركات تانية بتتولى موضوع الهوستنج ده وبتعمل الكلاود كومبيوتر سواء امازون او مايكروسوفت او غيره. فبتتحسب بيسكلي على الساعه وعلى الباندويتس وعلى الديتا ستورج. فلو هو مثلا بيقول مثلا ان انا عندي زي محمد مثلا ضرب مثال في الاول عندي 100 تيرا بايت, هو مش هيروح يشتري في الكلاود سيرفر ل 100 تيرا بايت, هو بيبدا بحاجه يقدر يدفع تكلفه في البدايه, وبعد كده هو محتاج سيستم زي ما محمد بيقول يقدر اوتوماتيك يسكيل اوت او يسكيل معاه للنيو بالنيو سيرفرز وي اد مور داتا عشان الكوست. فكان لازم السيكول سيرفر عموما ما هوش المساله دي فيه مش سهله خالص, اشتري مش سيكول سيرفر سيكول اول تراديشنال ار دي بي ام اس يعني, عشان مش بنتكلم على السيكول سيرفر بعينه يعني حبايبنا بتوع مايكروسوفت يعني. لا هي زي ما انت بتقول هي مشكله دايما كانت بتبقى في انك انت محتاج دايما لما تطلع تعمل حاجات على الكلاود انك انت تبقى اللي هو بيسموه الكونست بتاع الالاستيسيتي, انك انت النهارده حجمك اكس جيت مثلا النهارده سين دايما المثال مشهور انت بتعمل مثلا اونلاين ستور وفجاه جالك موسم عياد مثلا بتاع فالناس كلها عايز تخش تشتري, ده لود ممكن يحصل النهارده بس مش معنى كده ان هو موجود معاك طول السنه او مش معنى كده ان هو موجود معاك بكره, بس انت عايز في اللحظه دي انك انت تستوعب ان العدد ده كله من الناس, دي فرصه بالنسبه لك, فانت محتاج انك انت يبقى عندك دايما طريقه سهله ان انا فجاه اكبر الكاباسيتي بتاعتي وفجاه مينيمايز تاني, مش محتاج ان انا اقعد ازود بقى محتاج ازود سيرفرات اقعد بقى مثلا قبلها بشهرين بجهز الداتابيز بتاعتي وديبلوي واظبط ازاي ان انا هريد ستريت الداتا بتاعتي. الكلام ده لو قعدت اعمله بني والعمري ما هقدر ان انا اسكيل, بالذات لو كانت جات لي مفاجآت بمعنى ان انا مثلا فجأة بقيت popular لأي سبب بدل ما اكسب فلوس actually بخسر business. بالظبط, فلازم يبقى عندي دايما طريقة. فتلاقي اغلب السيستمز اللي هي اتبنت في خلال مثلا 3 4 سنين اللي فاتوا او يمكن قبل كده كمان بشوية اللي هي اتبنت بالمبدأ بتاع الاستيسي ده موجود فيها كلها عندها فكرة الاوتوماتيك ريبالانسنج ده, او انك انت تزود مكان يديك مور بيرفورمانس او تزود مكان يديك مور ستورج, اللي هو انت مش محتاج تعمل اكتر من كده, انك انت لو انت بقى مطلوب منك اكتر من كده خلاص بقى عندك بوتل نيك في السيستم بتاعك, انك انت لو بقى حتى انك انت كل موضوع بعد ما تزود المكنه محتاج انك تخش تعمل حاجه عليها, طب افرض انا محتاج ازود 1000 مكنه هخش اعمل 1000 حاجه مانوال, ما هو مش هينفع لازم الحاجات دي تبقى فيري اوتوميتد. فكل المبادئ دي هتلاقيها كونسيستنت معاك في اغلب التكنولوجيز اللي ليها علاقه بالبيج داتا او ليها علاقه بالكلاود كومبيوتنج. وده محمد ياخدنا برضو الكونسيبت تاني برضو له علاقه مهم باللي احنا بنتكلم عليه بسرعه, فكره السكيل اب فيرسز السكيل اوت. يعني ان انا النهارده لما بتكلم على سكيل اب ان انا عندي سنجل سيرفر او سي بي يو وبحاول اخليه سريع على قد ما اقدر, عمال انكريز الكلوك سبيد بتاعته الرامات الاي او والديسكس بالظبط. ودوت ده بيسيكلي الكونسيبت اللي احنا عاده بنفكر بيه لما بنيجي نتكلم في الار دي بي اس وورد, عمال تجيب سيرفر قويه
غاليه وتحط عليها زي ما اتكلمنا اللايسنس غاليه, مش هتقدر تشتري من كتير, مش هتقدر الديستريبيوشن عموما مش سهل مع الار دي بي ام اس الاولد او التراديشنال ار دي بي ام اس. فانت بتفكر دايما بالمايند سيت بتاعه السكيل اب فيرسز السكيل اوت في حاله النو سيكوال والديستريبيوتد الجود ديستريبيوتد سيستمز. يعني عموما انت بتزود زي ما محمد كان بيقول بتزود سي بي يوز, عندك كوموديتي هاردوير تشيب هاردوير وعمال تزود فيها كل ما تحتاج انك انت تجرو وكل ما يبقى عندك لود اكتر ويبقى عندك كومبيوتيشنال موديل بيخليك تقدر تتعامل مع الفاست نمبر او العدد الكبير دوت من الايه من السي بي يو. فدول تو ايديز مهمين جدا في لما بنتكلم على النو سيكوال داتابيز. يعني وهو كمان تبقاش فاهم هي جت مصادفه ولا هو ليها علاقه ببعض. انت هتلاقي دايما ان احنا كنا عايشين مثلا من فتره يعني مثلا سي من 10 ل 15 سنه كان العالم كله ماشي بموضوع السكيل اب ده في كل حاجه. يعني انك انت محتاج مور باور ابجريد الماشين بتاعتك, البروسيسور نفسها لما بتيجي تزيد سرعتها كان كل الموضوع ان كلوك سبيدز على نفس البتاع بتزيد لك, هو كور واحد بس عمال يزود الكلوك سبيد. تكتشف تيجي عند نقطه كل الناس اللي هي بتبني بموضوع انك انت بتزود ال البرفورمانس بانك انت بتزود الريسورسز بس من غير ما توزع الريسورسز دي على حاجه اكبر, بتيجي عند نقطه وبتهيت ليميت. وده نفس اللي حصل مع البروسيسورز, ان هو جه عند نقطه ان انا ما اقدرش اعلي الكلوك سبيد عن مثلا 4 جيجا هرتز, ما اقدرش, هيحصل لي مشاكل فيزيائيه, ما اقدرش اكتر من كده, خلاص ما ينفعش. فبقى حاله ان هو يوزع البروسيسنج باور, ان هو بدل ما يبقى كور واحد يبقوا 2 كور, بعد كده يبقى 4 و8, ودلوقتي بقى انت ممكن تجيب حاجات لحد 64 كورز مثلا على نفس التشيب, يبقى في موبايلات عليها 16 كور اللي هو يعني بقت يعني انت بتتكلم ان بقى سهل بالنسبه له جدا ان هو يوزع, لان هو ساعتها ممكن يديك كلوك سبيد اقل بس يديك مور كورز. ونفس الفكره انت ممكن تلاقي نفس الكونسبت بالظبط متطبق هنا, انك انت انا ممكن ما اقدرش اديك, ممكن ما تلاقيش اصلا في الحياه مكنه مثلا واحده تقدر تشيل اكتر من مثلا 500 تيرا بايت, هو ما فيش اكتر من كده, ما تقدرش, ما فيش ماك ليتس سي انك انت ممكن تكشف عن نقطه معينه ان ده الليميت اللي ممكن تشيله وان سيرفر او وان سيرفر يعني وان نورمال سيرفر, يعني مش هتروح على مين فريمز, مش بتكلم مين فريمز اساسا. فتلاقي نفسك انك ما قدامكش حل غير انك انت تجيب مكانتين. طب انت لو جبت مكانتين بقيت في الديستريبيوت سيستم غصب عنك, فطب هتعمل ايه ساعتها؟ فانت بقيت تحتاج, طب انا خلاص ما دام اللي خليني جبت مكانتين بدل ما اجيب مكانتين ضخمين قوي المنظر ده, ما انا اجيب 1000 وخلي كل واحده منهم يعني سعرها معقول. فهو نفس المبدا, تحس ان هو بيتكرر, اللي هو نفس المبدا اللي ابتدى معاك جوه البروسيسور هو نفسه اللي ابتدى يظهر عليك عندك في الداتا, اللي حول الداتا سنترز بتاعتك وحول الشغل بتاعك كله ديستريبيوتد. وهكذا حتى ده يرجعنا لنقطه ان فانكشنال بروجرامنج ابتدى يزيد ليه, لان هو بقى على كل المستويات بقى ريليفنت, يعني بقى على مستوى الابلكيشن اللي راننج على نفس المكنه, يعني على عندك مور كورز بقى مور ريليفنت, وعلى مستوى الديستريبيوت سيستمز بقى مور ريليفنت. فده ده ده دي نقطه الحديث في يوم اخر يعني. بس فانت بتشوف المبدا يعني دايما, هو ده اللي دايما الواحد بيشوفه في الـ في الـ في الـ في الاندستري بتاعتنا دي, انك انت مهما لفيت هتلاقي هي نفس المشكله. هي المشكله بتاعت انك انت عندك ريسورسز, ريسورس بطيئه وريسورس سريعه, وعندك ريسورس بطيئه بتسيف حاجات ابطا وتحتاج كاشنج لايرز عليها, هو نفس الكلام تقدر تطبقه على البروسيسور والليله اللي جنبيه, او تقدر تطبقه على سيستم كبير مع كميه داتا بيز مش عارف, هو نفس, بس هي في الاخر نفس المشكله بسكيل مختلف. هي مشكله بس بسكيل مختلف او بسكيل مختلف, او بدل ما تبقى مثلا اسمه ده, بدل ما تبقى باصص على المذر بورد بقت نتوركس, بقت كابلات نتورك يعني. هي نفس المشكله بالظبط, بس وحتى بتلاقي الالجوريثم ساعات اللي بتحل دي هي اللي بتحل الكبيره, يعني هو في الاخر نفس الحل بس انت محتاج انك تكتبه بشكل مختلف ان هو نفس الحل بس. فانت ده دايما بتحس كده ان هو يعني المشاكل دايما تبقى مترابطه ومتشابهه مع بعض, فدايما ده بيبقى الواحد ساعات بس الافكار دي بتيجي في دماغ الواحد ان هو بيكتشف ان هو كانه عايش نفس المشكله كل يوم يعني. طيب احنا بنقول يعني بنقفل, فاحنا قبل ما نقفل برضو تاني هنقول لو حد عنده اي اسئلة في الموضوع احنا نتكلم فيه النهاردة, او اي موضوع تاني, او عنده اقتراح لموضوع معين عايز نتكلم فيه, ياريت يبعت لنا. احنا يعني بنقرأ كل الكومنتس اللي بتجيلنا وكل الحاجات دي, فيعني والابريشيت اي حد عنده فيدباك عن السيستم الاسيستم يعني على الشو. فدي برضو اللي كان بتسال على موضوع ازاي نشارك معاكم, هو طبعا الاوديو بودكاست نفسه يعني احنا بنبقى بس محصور على الهوست بتاع الشو, لكن احنا عندنا كل يوم سبت
بنعمل فيديو هانج اوت او بنعمل جوجل بلس هانج اوت، بنعمله كل يوم السبت الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. فده بنحطه على الصفحه بتاعتنا، بنحط دايما الايفنت كل يوم في اسبوع كده، بنحط الايفنت على يوم السبت وبنقول الموضوع والناس بتفوت على الموضوع. فدي يعني فيري نايس اكسبيرينس، بتجيب ناس تتكلم. او اخر مره الصراحه كنا عدد كبير جدا، يعني احنا كنا حوالي 25 واحد كانوا قاعدين بيتكلموا على الاقل، غير ان احنا بنحط الفيديوز كمان. يعني حتى لازم لو انت ما شفتش اي واحد او ما سمعتش عن الموضوع ده قبل كده، ممكن ترجع تتفرج على الهانج اوتس اللي فاتت يعني. فاعتقد ان احنا كده خلاص وصلنا للاخر، فعايزين نقول لكم تصبحوا على خير، ونقول لاحمد تصبح على خير، وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي.